أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: مجموعة من طلاب المدارس قام أحدهم بإهداء هدية إلى معلمهم وسلمها للمعلم المسؤول عن هذه المجموعة من الطلاب، ولم يخبره باسم الطالب المهدي، فهل يدخل في ذلك بسوء النية أو في الرشوة؟ لا يجوز للمدرس أن يقبل الهدية من الطلاب إذا كان له راتب، إذا كان له راتب يدفع إليه من الحكومة أو من الجمعية، إنما يكتفي براتبه ولا يأخذ من الطلاب شيئا، لأنه حينئذ يكون من باب الرشوة، لأن المدرس حاكم على الطلاب في أجوبتهم وفي اختبارهم ونجاحهم ورسوبهم، فلا يقبل الهدية، وأيضا يكون متهما بالمحاباة، فيدرأ عن نفسه التهمة ويبتعد عن هذه الأمور ويكتفي بما يعطى من الراتب. نعم.